ناندان ليك اسمعني، بدي اسألك، ستي اجت على المكتب؟ ايه بعرف، حكيت السيدة شيفدي، قالت ما شافتها. لا لا لا، ما حدا اتصل فينا. فهم علي، ستي بأي لحظة ممكن تمرق لعندك على المكتب، فأنت خليك منتبه، وبدي أول ما تشوفوها أو تعرفوا وينها اتصل فيني وخبرني شو ما كان ظرفك، ماشي؟ لا 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 تشغل بالك، ما في شي بخوف، بس ستي ما لها بالعادة تطلع من البيت بدون ما تخبر حدا، ولهيك أنا عم بسأل. ماشي مثل ما قلت لك، باي، الله معك. ليش ستي عم تعمل فيني هيك؟ نحنا لازم نلاقيها بسرعة وبأي طريقة، مو معقول تطلع من البيت بدون ما حدا يعرف. أصلاً بالعادة إذا بدها تروح لعند جيراننا بتخبرنا قبل ما تطلع. طيب بركي راحت تدعي بدار الصلاة؟ لا ما بتخيل إنها تكون بالدار، هي لما تروح على الدار بتقول. ليك شري ما في لزوم تخاف لهالدرجة، هي أكيد بتكون راحت لشي مكان ورح ترجع. جنفي ستي وحدة كتير منظمة بحياتها، مو من عوايدها تساوي هيك شي. ولأنه ستي طلعت من البيت بدون ما تخبر حدا أبداً، معناها مقررة من قبل شو بدها تساوي. معقول؟ والله ما بعرف كيف إلى قلب تعمل هيك فينا، بتترك البيت وما بتحسب حساب حفيدة أبداً. حبيبي لو سمحت لا تفكر إنها تركت البيت وراحت. ما رح فكر هيك، بس واضح الموضوع، خلتني أتزوج وأعمل اللي براسي مشان ما أترك البيت، بس من جواتها ما كانت موافقة على زواجنا أبداً. صح، كل اللي صار كان بسببي أنا. لا مو هيك، أنا كتير آسف جنفي، مو هذا اللي بقصده. شري نحن استعجلنا كتير، قصدي كان لازم نقنعها قبل ما نتزوج، لو مستنيين لحتى حبتني من قلبها ما كان صار اللي صار، كله من وراي شري، الحق علي أنا. لا مو صحيح جنفي، الغلط مو غلطك أبداً، لا تلومي حالك، أنت مالك علاقة بطلعتها من البيت، أنا المسؤول عن كل شيء. روقي وهدي حالك وحاجة تفكري بهذا الموضوع. ما رح سامح حالي أبداً على اللي صار. كم مرة بدي أقلك أنه أنت مالك علاقة؟ ستك من الأساس كانت متضايقة مني. لا كانت متضايقة مني لأنه أنا اللي تخانقت معها وزعلتها، أنت ما دخلك بالموضوع صدقيني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.